الأهلي يكشر عن الأنياب في شوط أول ممتع، ثلاثية أهلاوية في الشباك الإيفوارية. الأهلي يسجل عن طريق كهربا وقفشة وحسين الشحات. كابتن هاني، شوط أول رائع من الأهلي، قدر يفرض سيطرته من أول دقيقة، ومن خلال السيطرة قدر يسجل 3 أهداف. مفيش شك اللي كنا بالنادي بيه يمكن قبل بداية المباراة إن النادي الأهلي الشوط الأولاني يحرز هدف واتنين، وده اللي حصل الحقيقة. أنت بتتكلم في يعني تقريبا في 25 دقيقة بتحرز 3 أهداف. والملفت كمان للنظر ان الرباعي الهجومي، لو كنا بنتكلم على رباعي هجومي بيتكون من طاهر وقفشه وكهربا وحسين، تقريبا كلهم يعني اشتركوا في ثلاث اهداف. قفشه بيحرز، الشحات بيحرز، كهربا بيحرز، طاهر بيعمل اسيست. فالحقيقه الانتاج الهجومي كان اكتر من رائع، واستغلينا فعلا اللي احنا اتكلمنا عليه ان خط الدفاع للفريق البواري خط ضعيف الى حد ما، استغلنا ده بشكل جيد جدا جدا. كان في مساحات كبيره في الملعب واضحه، كان في كمان فرص مؤكده عن طريق كهربا من اسيست ولا اروع من عطيه الله، وكان في فرصه كبيره جدا لقفشه في اخر الشوط الاولاني. فاجمالي شوط رائع للنادي الاهلي. الحقيقه اللي مزعل الواحد، وده خلي بالك ميزه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ان يجي في الجون. انت كسبان 3 لكن بيصعب عليك ان يجي في الجون، وخاصه يعني جون عايز الشكل يطلع بيرفكت، البرفكشن يعني دايما يعني بندور على الكمال، الكمال لله وحده. لكن اجماليا شوط رائع للنادي الاهلي، عاملين نسبه تهديفيه رائعه. احنا وصلنا للجون تقريبا 7-8 مرات، بتجيب 3 اهداف، كان ممكن تزيد غله الاهداف. وده واحنا بنتكلم ده مهم جدا جدا. النادي الاهلي لما تكون قادر انك تكسب 3 و4 و5 لازم تحقق دوت. يعني اللعيب المصري لا يكتفي بثلاثة فالماتش بقى سهل، فخلاص يبقى في شوية عدم تركيز، فترجع تاني تحاول تجيب الجوان. انت طالما قادر تكسب 3 4 5 6 اكسب، سجل، لان الكلام دوت الحقيقة بيعمل رعب للفرق الاخرى. ما النادي الاهلي يخرج ان شاء الله النهاردة، يخرج بإذن الله مش اقل من 5 لو مركزين. النادي الاهلي في بداية دور المجموعات بيحرز 5 و6 أهداف، دي رسالة قوية جدا جدا جدا. فشوط الحقيقة ممتع. ما اللي زعلنا شوية الهدف اللي جه في النادي الأهلي.